إنشاء شركة الناشئة الناجحة يتطلب خوض الكثير من الصراعات، ولكن تبقى مسألة التمويل أم المعارك، فالانتصار فيها يحقق بقية الإنجازات على الأرض. بمجرد أن ترد في ذهنك فكرة تأسيس شركتك الخاصة، تواجهك معضلة أساسية: من أين رأس المال الذي يمكن به بدء المشروع؟ سؤال قد يشبه بوابة عملاقة تقف مانعاً بينك وبين دخول القلعة، إذ لا توجد منافذ أخرى للدخول سوى اجتياز هذا الباب الذي لا يجتازه سوى عدد محدود للغاية. وإلا لو كان الأمر بهذه السهولة لكان كل سكان العالم رواد أعمال. طالما تسعى لتأسيس شركة تجارية خاصة، يجب أن يكون لديك رأس مال جيد حصلت عليه من خلال مسيرة وظيفية جيدة، دون اللجوء إلى القروض أو مصادر التمويل. بالطبع قد يكون الأمر مجازفة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمدخرات سنوات طويلة من عمرك. إذن غالباً ستجد نفسك تتعامل مع الخيار الواقعي الوحيد، وهو البحث عن مصادر التمويل. يرى متخصصون في مجال ريادة الأعمال أن قبل البدء في مشروع ريادي متنام، يجب أن ترتكز على القاعدة الثلاثية، بدءاً من فكرة المشروع نفسها، مروراً بالبحث عن مستثمر، وصولاً إلى إطلاقه إلى العلن. مرحلة التمويل الذاتي مرحلة حتمية في بداية أي مشروع ناشئ، بأن تقوم ببعض التضحيات كبيع مدخراتك الشخصية أو رهن منزلك أو سيارتك. بلا شك ستكون هناك بعض التنازلات في البداية. وبعد الانتهاء من دراسته، يأتي دور ما يعرف بالمستثمر الملاكي الذي لا يضخ عادة أمواله في مشروع ريادي إلا بعد عرض خطة العمل عليها ومستوى التقدم الذي أحرزه في بدايات انطلاقه، وحتى المجالات التي من المتوقع نموها في حالة ضخ الاستثمار. فما عليك إلا إقناع الممولين. مصدر آخر للتمويل ظهر مؤخراً، تمثل في حاضنات جماعية عامة هدفها ليس تمويلياً بقدر ما تستهدف توفير مساعدات ميسرة لنمو الأعمال والمشروعات، كتوفير مساحات عمل مكتبية جيدة وخدمات استشارية ومهنية لتسريع مهمتها وجذب أرباح مبدئية.